تيك توك بلاتفورم اللي ولات سميتو مصوره بزاف، والمشكل الواحد اللي فيها هو الفيديوهات الصغار ولاو تياخذوا لاطونسيون ديال ولات لاطونسيون ديال لي جون ولات صغيره بزاف، حيت فيديوهات ديال دقيقه ولا باش تلاحظوها حتى في المدرسه بنادم مابقاش يقدر يركز بزاف، ولات عندنا واحد اتنشن سبان اللي صغيره. و اون بليس وعد التفاهه ثاني لو دونجي ديال داكشي اللي مبين اللي ناصر انه الدراري صغار كاين شي حوايج اللي ما خصهمش ينتشروا، خصوصا ديك البلده بحال دوك اللايفات مؤخرا ديال تيك توك اللي فيه فهمتي سي واحد تيقول لك انا سمكه، شنو هي انا سمكه؟ الدراري الصغار وغتجي تقريبا بحال كيبان لي انه غياثر على العقليه ديالهم، انه ما كيخليهمش يقراو ما كيخليهمش يركزوا. تيك توك وداكشي ولاو كيربحوا اكثر من دوك اللي كيديروا البطا كيبيعوا الخضره وشحال من حاجه، و سميتو دابا اي واحد كيبيع الخضره يبقى يقول لا ماشي ندير تيك توك حسن ليا. البنات كيتاثروا كيشوفوا البنات الاخرين كيديروا تيك توك لايفات كبيسو كيبقاو يصيفطوا لهم الاخرين الفلوس، كيقولوا حنا علاش ما نديروش حنايا فحالهم ونربحوا الفلوس غير من هذا. هما كيديروا داكشي على الفلوس ومورا ظهرهم وصافي. الفلوس هي الهاد اللي في المواقع التواصل الاجتماعي، اكثريه ديالهم راه ما عندهم لا فلوس لا والو، الاكثريه غير حماق في ما كان شي حماق تيبان. اللي كنصح به انا هو الدراري ما يتبعوش هذا الشيء هذا، ويتبعوا شي حاجه زوينه القرايه ديالهم ولا الخدمه ولا شي حاجه، لان هذا الشيء هذا راه كيخرج غير على الدراري وما غيعطيهم حتى شي نتيجه ايجابيه. انا اختي راه بغينا له حل، راه بغينا تيك توك يتحيد من البلاد، بغينا تيك توك يتحيد من البلاد صافي، الشيء اللي بغينا حنايا سالينا.